بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة من متابعي منصة الاسكولات التعليمية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. النهاردة هناخد فرع الهندسة الفراغية، وهناخد من الوحدة الثانية الدرس الأول اللي عنوانه معادلة المستقيم في الفراغ. طيب، معادلة المستقيم في الفراغ عشان نشتغلها يبقى لازم يكون عندي حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولانية هي نقطة على المستقيم ومتجه على المستقيم، من غير دول مش هعرف اطلع معادله الخط المستقيم. طيب، انا قدرت اجيب النقطه اللي على المستقيم وقدرت اجيب متجه اتجاه المستقيم او اي متجه يوازيه، يبقى عندي ثلاث صور هيسالني فيهم لمعادله الخط المستقيم في الفراغ. الصوره الاولانيه هي الصوره المتجهه، ودي عباره عن المتجه ر بيساوي النقطه اللي على المستقيم اللي احداثياتها س1 وص1 وعين1 زائد ك اللي هو البارامتر في متجه اتجاه المستقيم اللي هو المتجه ه اللي عنوانه بيبقى ألف وب وجيم، وده المتجهات التلاتة في اتجاهات الاحداثيات س وص وعين. الصورة التانية وهي المعادلات البارامترية أو ساعات بنقول عليها الوسيطية، وهي بتبقى عبارة عن ثلاث معادلات: معادلة على الإحداث السيني، ومعادلة على الإحداث الصادي، ومعادلة على الإحداث العيني. السيني بتبقى عبارة عن س بتساوي س واحد زائد ك في ألف، الصادي صاد واحد زائد ك في ب، العيني عين واحد زائد ك في ج. الصورة الثالثة هي المعادلة الإحداثية. المعادلة الإحداثية بتبقى عبارة عن فرق السينات على ألف، يعني س ناقص س واحد على ألف، فرق الصادات على ب، فرق العينات على ج. الجزء الثاني ممكن نتكلم على الزاويه بين المستقيمين في الفراغ. الزاويه بين المستقيمين في الفراغ بتبقى عندي حالتين، لازم يكون عندي متجه اتجاه المستقيم الاول ومتجه اتجاه المستقيم الثاني. والله لو كان متجه اتجاه المستقيمين على صوره ا و ب و ج في كل واحد منهم، يبقى هنستخدم الزاويه بين المستقيمين عن طريق الجتا سيتا بتساوي شرطه كسر. المقياس عباره عن حاصل ضرب المتجه الاول ضرب قياسي في المتجه الثاني على معيار الاول في معيار المتجه الثاني. طيب، لو كان المتجهات بتاع المستقيم الاول والمستقيم الثاني مش بدلاله الاحداثيات، يعني مش عباره عن ارقام زي ما عملنا في الحاله الاولانيه، امال عباره عن ايه؟ جيوب تمام اتجاه الزوايا اللي هو بتاعه الف في اتجاه محور السينات والصادات وعين، يعني بيديني جتا سيتا س وجتا سيتا ص وجتا سيتا عين. يبقى في الحاله دي بنقول ان الجتا ه او الزاويه بين المستقيمين او جتا سيتا بتساوي مقياس حاصل ضرب الجتا في الجتا زائد حاصل ضرب في بالنسبه للاحداث الاول اللي هو لام واحد في لام اتنين زائد ميم واحد في ميم اتنين زائد نون واحد في نون اتنين، وبتديني جوه مقياس عشان احنا عارفين الزاويه بين المستقيمين لازم تكون زاويه حاده. الفقره اللي بعد كده وهي فقره العلاقه بين المستقيمين في الفراغ. احنا عندنا ثلاث انواع للاوضاع النسبيه بين المستقيمين في الفراغ. اما المستقيمين يكونوا متوازيين، ودي العلاقه بتاعتهم بتساوي ان متجه الاتجاه الاولاني بيوازي متجه الاتجاه الثاني، او المستقيمين يكونوا متعامدين والمتعامدين طبعا بيكونوا متقاطعين في نقطه، او العلاقه الثالثه بيكون المستقيمين متخالفين. وبالنسبه للمستقيمين المتعامدين والمتخالفين ده بيعتمد على بارامتر كاف. اخر حاجه هناخدها هو البعد بين نقطه ومستقيم في الفراغ. يعني معنى كده لو عندي خط مستقيم ليه نقطه وليه متجه، وفي نقطه بره خالص عايز اجيب البعد العمودي اللي هو الساقط من نقطه الف على المستقيم اللي هو ر، بنقول ايه؟ بيبقى عندي المسقط ويبقى عندي المائل. يبقى معنى كده ان احنا بنجيب نظريه فيثاغورس بنطبق عليها وبنقول طول العمود الكل تربيع بيساوي طول المائل الكل تربيع ناقص طول المسقط الكل تربيع. انا عارف الطلبه بتحب تفهم اكتر من كده من خلال مجموعه من الامثله والتمارين اللي هنستعرضها من خلال درس النهارده، عشان كده بنقول خليكم معانا وما تروحوش بعيد، ويلا نبتدي. طيب، بالنسبه لمعادله المستقيم في الفراغ، عشان احدد معادله مستقيم او عين معادله مستقيم في الفراغ لازم يكون متوفر عندي حاجتين: اول حاجه نقطه على المستقيم، تاني حاجه متجه اتجاه للمستقيم. طيب، النقطه على المستقيم سهل ان انا احددها في المحاور الاحداثيه المتعامده في المستوى، وليكن الخط المستقيم ده هو اللي انا عايز اجيب معادلته، بلاقي ان الخط المستقيم ده بيميل على محور السينات بالزاويه اللي احنا شايفينها دي، ويميل على محور الصادات بالزاويه اللي احنا شايفينها دي، وكمان بيميل على محور العينات بالزاويه اللي احنا شايفينها
دي. انا كل ده عايز اجهز لمتجه اتجاه المستقيم. النقطة سهلة ان انا احددها اي نقطة، وليكن احداثياتها الف اللي هي هتبقى اكيد احداثياتها سين واحد وصاد واحد وعين واحد. بعد ما اجيب الجتا بتاعت الزاوية دي هرمز للجتا بالرمز لام في اتجاه السينات، ومين في اتجاه الصادات، ونون في اتجاه العينات. طيب بدل ما اكتب كل الحاجات دي بالرموز الكتيرة دي، انا هختصرها. بدل ما هكتب لام كده جتا سيتا في اتجاه محور السينات، هكتب مكانها لام في المتجه سين اللي هو متجه الوحدة الأساسي في اتجاه محور السينات، وهكذا في اتجاه محور الصادات، وكمان متجه الوحدة الأساسي في اتجاه محور اللي هي العينات. يبقى كده أنا عملت إيه؟ جهزت لنفسي متجه اتجاه الخط المستقيم اللي هو المتجه إيه؟ بس برضو بدل ما أكتب كل الحاجات دي كلها، هرمز لي لام في المتجه الوحدة الأساسي في اتجاه محور السينات بالرمز ألف، وهكذا اللي هنا في الرمز ب، وهكذا في اتجاه محور العينات بالرمز جيم. يبقى كده متجه اتجاه المستقيم أنا جهزته عندي. والنقطة اللي موجودة عندي، ولتكن النقطة زي ما انا قلت في الاول خالص هنا كده، نقطة الف اللي احداثياتها سين وصاد وسين واحد وصاد واحد وعين. يبقى معنى كده ان انا هيتكون عندي معادلة خط مستقيم بدلالة نقطة عليه وبدلالة متجه اتجاه له. دي بنسميها ايه؟ المعادلة المتجهة. احنا عندي ثلاث صور لمعادلة الخط المستقيم. المعادلة المتجهة اللي انا قلت عليها اللي هي الصورة الاولانية دي، ادي النقطة وادي النقطة اللي متجهة اللي هو اتجاه الخط المستقيم. يبقى كده جبت المعادلة المتجهة اللي رمزها المتجه ر اللي هو متجه المستقيم او اسم المستقيم بيساوي النقطة اللي عليه، النقطة اللي عليه على اساس ان ده متجه الموضع بالنسبة لها، زائد ك في المتجه ه اللي هو متجه اتجاه المستقيم. المستقيم اصلا احداثياته الاساسية هي سين وصاد وعين. طب النقطة الف بتتفك بايه؟ بتتفك الاحداثيات سين واحد وصاد واحد وعين واحد. طيب المتجه ايه؟ خلاص احنا عرفنا من فوق بنجهزه بالف وبه وجيم، ودي المتجهات في اتجاه المحاور التلاتة. طيب بعد كده بنجيب الصورة الثلاثية دي او المعادلات البارامترية للخط المستقيم لو هو طلبها مني في المسألة. يعني هيقول لي ايه؟ اوجد المعادلات البارامترية للخط المستقيم ده. اهو ما انا جاهز ايه؟ الاول لازم اجيب المتجه الصورة في الصورة المتجهة، معادلة المستقيم في الصورة المتجهة، وبعدين افك بقى. يبقى معنى كده السين هتساوي سين واحد زائد كاف في الف، والصاد هتساوي صاد واحد في كاف في ب، والعين هتساوي كاف واحد في هتساوي عين واحد زائد كاف في جيم. كده انا عملت ايه؟ بمقارنة المعاملات. طيب من المعادلة البارامترية زي ما جبنا هنا، من المعادلة المتجهة جبنا المعادلة المعادلات البارامترية، عايز اجيب من المعادلات البارامترية المعادلة الاحداثية للخط المستقيم او المعادلات الاحداثية للخط المستقيم. والله انا لو وديت السين هناك بإشارة مختلفة وقسمت على الالف، يبقى كده جبت البارامتر كاف، وهنا نفس الحكاية وهنا نفس الحكاية. يبقى عندي ثلاث معادلات كل واحدة فيهم بتساوي كاف. يبقى اذا كاف بتساوي ايه؟ سين ناقص سين واحد على الف بتساوي صاد ناقص صاد واحد على ب، عين ناقص عين واحد على جيم. ده لو طلب مني ايه؟ المعادله الاحداثيه للخط المستقيم. الكلام ده كله هيوضح من خلال الامثله اللي احنا هنشوفها. اوجد الصور المختلفه لمعادله الخط المستقيم اللي بيمر بنقطه والمتجه ده متجه اتجاه عليه. جميل قوي. يعني هو كده بيمر بنقطه الف، وادي المتجه، المتجه ايه؟ المتجه ايه؟ هو المتجه للنقطه على المستقيم. يبقى سهل كده ان انا اجيب لك ايه؟ المعادله المتجهه. يبقى هنقول المعادله المتجهه، ادي المعادله المتجهه بالصوره دي زي ما عوضنا فيها، دي كده المعادله المتجهه. طيب هو عايز الصوره المختلفه، يعني معنى كده عايز ايه؟ عايز كمان المعادلات البارامتريه. هقول له ماشي. المتجه ده اصلا المتجه ده بيتفك بايه؟ بيتفك بسين ويتفك بصاد ويتفك بايه؟ ويتفك بعين. جميل قوي. اساوي بمقارنه المعاملات. يبقى سين هتساوي كام؟ 2 زائد كف سالب 1. طب صاد هتساوي كام؟ 3 زائد كاف في 2. طيب عين هتساوي كام؟ 3 في سالب 1 زائد كاف في كام؟ في 3. الموضوع سهل قوي كده يا جماعه. واحنا كده جبنا ايه؟ المعادلات البارامتريه زي ما انا قلت فوق خالص. يبقى ادي المعادلات البارامتريه الثلاثة. طيب عايز اجيب ايه بعد كده؟ الصور المختلفه لمعادله الخط المستقيم بالصوره الاحداثيه. بالصوره الاحداثيه هنيجي هنقول له، يبقى الصوره الاحداثيه بتقول سين سين ناقص سين واحد، يعني سين ناقص اتنين على كام؟ على سالب واحد، بتساوي صاد ناقص تلاتة على كام؟ على اتنين،
بتساوي عين ناقص ناقص واحد، يبقى عين زائد واحد على كام؟ على 3. وكده اكون جبت له المعادله الاحداثيه او المعادلات الاحداثيه للخط المستقيم، كده جبت له ايه المطلوب الاولاني. بيقول ايه بقى؟ عايز كمان احداثيات اي نقطه تقع عليها. اقول له ماشي، انا هفرض لك هنا بسين باي رقم يعجبني، اي رقم عشوائي، اي رقم. ليه؟ عشان لما افرض سين هنا سين برقم يبقى النسبه دي معلومه فوق وتحت، يبقى اقدر اجيب ايه صاد، واقدر اجيب ايه عين. يبقى انا جبت ايه احداثياتي الثلاث نوع، اللي هو الاحداثيات الثلاثيه للنقطه اللي انا عايزها، الرقم اللي انا فرضته بسين والناتج بتاع صاد والناتج بتاع عين. تعالوا نشوف الخطوات عامله ازاي. اهو هنضع سين بتساوي كام؟ واحد. يبقى فوق هنا كده سالب واحد على سالب واحد ادتني كام؟ واحد. خلاص اجيب من هنا صاد لما اضرب طرفين في وسطين، وهجيب من هنا عين لما اضرب طرفين في وسطين. يبقى لما سين كانت بواحد ادتني صاد بكام؟ ادتني صاد بخمسة، ولما سين كانت بواحد ادتني عين بكام؟ ادتني عين باتنين. يبقى انا كده جبت احداثيات نقطة موجودة على المستقيم، نقطة تانية غير نقط الف. اوجد الصورة المختلفة لمعادلة الخط المستقيم ده، ثم اوجد نقطة تقع على الخط المستقيم، برضو نفس الحكاية. المستقيم ده دي اسمها المعادلة الاحداثية، تمام كده؟ طيب اعرف اجيب احداثيات النقط نقطة الف، انا هنا محتاج ان انا اجيب ايه؟ محتاج ان انا اجيب نقطة واجيب متجه اتجاه المستقيم. تقول لي والله النقطة عادي، انا عارف ان سين ناقص سين واحد، يبقى نقطة هنا سين واحد اللي هي نقطة على المستقيم اللي هي تعتبر اتنين، وهنا تعتبر سالب واحد، وهنا تعتبر خمسة. كده جبت النقطة. طب المتجه اللي تحت، يبقى هنا كده سالب خمسة و اتنين، ودي المتجهات في اتجاه المحاور الاحداثية المتعامدة في المستوى، وكام؟ وسالب واحد. يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت الصورة الايه؟ المتجه. تعالوا نشوفه بالخطوات. ماشي كده؟ ماشي. يبقى هنا جبت هنا الاحداث السيني، كده جبت الاول الصوره المتجهه، ومن الصوره المتجهه ممكن اجيب المعادلات الايه الوسطيه. المعادلات الوسطيه زي ما احنا قلنا خالص في الاول خالص، عباره عن س ناقص 2 على سالب 5، واضرب ضرب تبادلي اجيب منها قيمه س، واجيب منها قيمه ص، واجيب منها قيمه ع. يبقى كده جبت المعادلات الايه البارامتريه. تاني يبقى نجيب المعادلات البارامتريه ازاي؟ انا هفرض ان كاف اللي هو البارامتر دون بيساوي المعادله اللي هو الدهاني، تمام كده؟ وبعدين اضرب طرفين في وسطين النسبه الاولانيه، واجيب منها قيمه ايه؟ س، وهكذا مع ص، وهكذا مع ع. يطلع المعادلات البارامتريه اساسا بتبقى عامله ازاي؟ س بتساوي س واحد ناقص زائد كاف في س واحد في الف، وهنا صاد واحد زائد كاف في ب، وهنا عين واحد زائد كاف في ج. كده جبنا المعادلات البارامتريه. وانا عندي هنا المعادله الاحداثيه، محتاج ان انا اجيب ايه؟ المعادله المتجهه زي ما احنا جبناها فوق خالص، هتبقى 2 وسالب 1 و5 زائد كاف في سالب 5 وكام؟ وسالب 1. طيب اوجد نقطه على هذا المستقيم. برضه هنحط هنا المتجه البارامتري، هنا هنحطه باي رقم يعجبني، بيكون بسيط برضه. هنحطه مثلا بواحد، واجمع السينات على السينات، يبقى النقطة دي تعتبر ايه؟ نقطة على المستقيم بالصورة المتجهة. طيب نشوف كمان فكرة تانية. عايز الصور المختلفة التلاتة برضو لمعادلة الخط المستقيم المر بالنقطة. خلاص كويس قوي، اداني نقطة. طيب وفين المتجه؟ ما ادانيش المتجه، لكن اداني ايه؟ زوايا المتجه للمتجه بالزوايا اللي هي دي تعتبر 30 درجة، اللي هي زاوية من المستقيم على محور السينات، ودي زاوية من المستقيم على محور الصادات، ودي زاوية من المستقيم على محور الايه؟ العينات. يبقى هتقول لي والله عشان اجيب لك المتجه يبقى لازم اجيب لك جتا 30 في اتجاه محور السينات، وجتا 45 في اتجاه محور الصادات، وجتا 60 في اتجاه محور العينات، عشان الجتا لما فكها يبقى ده يعتبر ايه؟ المتجه بتاعي، اللي هو المتجه ايه اللي انا عايز اجيبه. تعالوا كده نشوف الخطوات. المستقيم يمر بالنقطه خلاص كده، واحنا جبنا جتا زي ما قلت لك في الاتجاه محور السينات والصادات والعينات، وفيك طبعا الجتا بالاله الحاسبه، جتا 30 بتساوي جذر 3 على 2، وجتا 45 1 على جذر 2، وجتا 60 بتساوي كام؟ نص. ده يعتبر ايه؟ متجه اتجاه المستقيم. عند النقطه وعند المتجه يبقى انا كده خلاص قدرت اجيب معادله الخط المستقيم بالصوره المتجهه. تمام. طيب عايز ايه كمان؟ عايز المعادلات الوسطيه. يبقى هقول له س اللي هنا هتساوي سالب 3 زائد كف 3 على 2، جذر 3 على 2،
وصاد اللي هنا يبقى هتساوي 4 زائد واحد كاف في 1 على جذر 2، وعين اللي هنا هتساوي 5 زائد كاف في 1 على الاثنين، يبقى كده جبت الثلاث المعادلات البارامتريه. تمام. طيب هنا في جتا 45 بنص. طيب خلاص، عايز المعادله الاحداثيه. المعادله الاحداثيه بتقول ايه؟ بتقول س ناقص س واحد، فين س واحد؟ اللي هي النقطه. يبقى هنا سالب 3 تبقى موجب 3 على جذر 3 على 2، وهنا ص ناقص 4 على 1 على جذر 2، وهنا عين ناقص 5 على كام؟ 1 على 2. فبدل هنا ما بنكتب هنا جذر 3 على 2، بسط البسط بيطلع يبقى ايه؟ مقام. بسط البسط بيطلع يبقى مقام، بسط البسط بيطلع يبقى مقام، او عايز اسيبها بالصوره الاولانيه برضو مش هيبقى فيها ايه مشكله. طيب مثال كمان، اوجد معادله الخط المستقيم المر بالنقطه الف موازي المستقيم المر بالنقطتين دول. جميل، يبقى معنى كده النقطتين دول اصلا هيدوني متجه اتجاه المستقيم، عن طريق لما اقول له هو بيمر بالنقطتين ب وجيم، يبقى هجيب له متجه ب جيم، يعني المتجه ب جيم، وبعدين اطرحهم من بعض، يبقى المتجه جيم ناقص متجه ب، يبقى كده جبت المتجه ب جيم اللي هو ايه اصلا؟ هو قال كده موازي للمستقيم ده، المستقيم دون ميله دون هو المتجه بتاعه، هو المتجه اتجاهه. يبقى معنى كده عند النقطه هي، وهجيب من هنا متجه اتجاه الايه؟ المستقيم. اثبت انه يمر بالنقطه دي، يعني النقطه دي احداثياتها بتحقق المستقيم اللي هو موجود عندي بعد ما جبته. طيب نشوف كده الخطوات واحده واحده. المستقيم يمر بالنقطه ا اللي هو مدهاني، عايز اجيب متجه للمستقيم، ما انا ما عنديش متجه، يبقى في مستقيم تاني بيوازي المستقيم الاصلي، والمستقيم ده يمر بنقطتين، يبقى انا هجيب متجه اتجاه المستقيم اللي بيوازيه. اجيبه ازاي؟ يبقى عن طريق المتجه ه بتساوي هطرح ب ناقص ج بتديني المتجه ايه؟ ه. انا عايز المتجه ه، وعندي هنا المتجه الف، خلاص عرفت اجيب الصوره المتجهه لمعادله الخط المستقيم. طيب هو هنا بيقول ايه؟ المستقيم دون عايز يثبت انه يمر بالنقطه دي. جميل قوي، انا هجيب لك المعادلات البارامتريه الثلاثه، سهل بقى ان انا اجيبها. يبقى س هتساوي 2 زائد 3 كاف، ص هتساوي 3 زائد ناقص 4 كاف، ع هتساوي سالب 5 زائد كاف. طيب جميل قوي، ادي المعادلات البارامتريه. طب فين المعادله الاحداثيه؟ جبت المعادله الاحداثيه كمان، س واحد س ناقص س واحد وصاد ناقص صاد واحد وعين ناقص عين واحد على 3 وسالب 4 وسالب 1، كده جبت المعادله الايه؟ المعادله الاحداثيه. طيب عشان المستقيم ده يمر بالنقطه اللي هو مدهاني 17 وسالب 17 وصفر، هنعوض عنهم بس وصاد وعين. يعني هنا المعادله بتاعت المستقيم اصلا فيها س وصاد وعين، هشتري السين دي كده واحط مكانها كام؟ احط مكانها 17، وهشتري الصاد دي كده واحط مكانها كام؟ سالب 17، وهشتري العين من هنا واحط مكانها كام؟ واحط مكانها الصفر. والله لو طلعت الثلاث نسب دول متساويه يبقى المستقيم بيمر بنقطه اللي هو مدهاني، طلعوا مش متساويه يبقى النقطه دي لا تنتمي للمستقيم. واضح ان هنا لما احط 17 يبقى 17 ناقص 2 يبقى 15 على 3 فيها 5، وهنا سالب 17 سالب 3 يبقى سالب 20 على سالب 4 برضه هنا هتديني 5. طب هنا 0 و1 على 5 برضه هنا هتديني كام؟ 5. الثلاث نسب طلعوا متساويين، كل نسبه فيهم بتساوي 5، يبقى النقطه دي مالها؟ النقطه دي بتنتمي للخط المستقيم. الفقره الثانيه من موضوعنا هي ايجاد الزاويه بين مستقيمين في الفراغ. عشان اجيب قياس الزاويه بين المستقيمين في الفراغ، هنا بيقصد طبعا بالزاويه هي الزاويه الحاده دي، مش الزاويه المنفرجه اللي هي الزاويه دي. تمام. طيب بين العلاقه بتقول ايه؟ لازم يكون عندي الاول متوفر متجه اتجاه المستقيم الاول اللي هو يعتبر ه واحد، ومتجه اتجاه المستقيم الثاني اللي هو يعتبر ه اتنين. تمام كده، بضربهم ضرب قياسي. ضرب قياسي النقطه دي معناها ضرب قياسي على جوه المقياس، عشان يطلع طبعا القيمه موجبه وتطلع الزاويه حاده، على معيار المتجه الاول في معيار المتجه الثاني. طيب افرض مديني ادي النقطتين اهم، ادي المتجه الاول والمتجه الثاني اللي احنا عارفينه. خلي بالك النقط دي بتبقى نقط احداثيه، يعني هنا المركبات دي بتبقى احداثيه، يعني بتبقى ارقام،
بتبقى ارقام. يعني هنا واحد وسالب تلاتة واتنين، وهنا جذر تلاتة على اتنين ونص وسالب جذر تلاتة على اتنين، عشان اضرب ويديني ارقام هنا بالضرب القياسي على المعيار. سهل ان انا اجيب الايه المعيار. طيب افرض طلب مني الزاوية بين مستقيمين واداني المتجهين دول مش بالصورة دي، اداهم لي بالصورة لام وميم النون اللي هم ايه، حط هنا جتا الزاوية. يعني قال لي ايه هنا في المتجه الاولاني جتا 60 وجتا 45 وجتا مثلا 30، وهنا نفس الحكاية. اجيب ازاي؟ يبقى هقول له هنا هجيب لك الجتا هنا الاول، واجيب لك الجتا في اتجاه محور الصادات، ونفس الحكاية مع المستقيم التاني. تمام كده. وبعدين هجيب مقياس هضرب بقى لام واحد في لام اتنين، او هضرب من هنا جتا سين واحد في جتا سين اتنين، زائد نفس الحكاية هنا زائد نفس الحكاية هنا جوه المقياس. تمام كده على معيارهم. هو طبعا هو القانون ده صورة اخرى من القانون ده صورة اخرى من القانون ده، بس الطالب اللي فاهم هيفهم هنا ان المقام لما اجي اربع هنا هيديني جتا تربيع سيتا في اتجاه السينات، زائد جتا تربيع سيتا في اتجاه محور الصادات، زائد جتا تربيع سيتا في اتجاه محور العينات. التلاتة اصلا مجموعهم بيساوي كام؟ بيساوي واحد، عشان هنا ما كتبناش واحد، مش ضروري ان احنا نكتبه. تعالوا نشوف التمارين بتيجي ازاي. اوجد قياس الزاوية بين المستقيمين دي. الله، ده انت هنا مديني زاوية، مديني مستقيم بالصورة المتجهة ومستقيم بالصورة الايه؟ الصورة الاحداثية. طب انا عايز ايه؟ لازم اوفر على نفسي متجه اتجاه المستقيم الاول. طيب هو جاهز اهو. طيب متجه اتجاه المستقيم التاني اهو جاهز اهو. خلاص كده عندي المتجهين، يبقى هستعمل القانون الاول اللي بيديني جتا الزاوية عشان اقدر اجيب منه قياس الزاوية بين المستقيمين. ادي المتجه اتجاه المستقيم الاولاني، وادي متجه المستقيم التاني، يبقى جتا سيتا بتساوي ايه؟ زي ما قلنا مقياس اضرب الضرب المتجه الاولاني في المتجه التاني، ضرب قياسي على معيار الاول في معيار التاني. نفتكر مع بعض الضرب القياسي في المحاور الاحداثية في النظام الثلاثي الابعاد. كنا بنحط المتجه الاولاني والمتجه التاني. الضرب القياسي عبارة عن بضرب السين في السين زائد الصاد في الصاد زائد العين في العين، بس على المعيار سهل اللي انا بجيبه، مربع الاول مربع التاني مربع التالت، وهنا برضو نفس الحكاية، مربع السينات ومربع الصادات ومربع العينات. بيديني الرقم ده، بقوله بالآلة الحاسبة يبقى 22 على 2 في جذر 406 بتساوي شيفت كوزاين شيفت كوما، تطلع عندي الزاوية زي ما احنا شايفينها قدامنا. طيب اوجد قياس الزاوية بين المستقيمين. ده عشان اجيب قياس الزاوية بين المستقيمين بالقانون التاني زي ما قلت قبل كده. هنا مديني ايه؟ هنا مديني ما يسمى جيوب التمام. جيوب التمام، صح كده؟ طيب في الحالة دي الزاوية بين المستقيمين هتساوي ايه؟ هتساوي مقياس جتا سيتا، هتساوي مقياس هضرب جتا سين في جتا سين زائد جتا صاد في جتا صاد، وبعدين جتا عين في جتا عين، وحطهم جوه مقياس عشان الناتج لازم يطلع بإشارة ايه؟ بإشارة موجبة. ادي القانون. يلا هنضرب في بعض. هنضرب هنا جتا سين واحد في جتا سين اتنين زائد جتا صاد واحد في جتا صاد اتنين من المعطيات اللي هو مدهاني، زائد جتا سيتا عين واحد في عين اتنين. تمام كده. هضرب وبعدين اختصر، هيديني جتا بتساوي كام؟ نص. جتا بتساوي نص، يبقى الزاويه تطلع بكام؟ الزاويه تطلع ب 60 درجه. لو كان عندي المتجهين دول بالشكل ده وعايزين نجيب الاوضاع النسبيه لمستقيمين في الفراغ. طيب انا هنا عندي المستقيم الاولاني ده عليه النقطة دي، والمستقيم التاني عليه النقطة دي، والمستقيم الأولاني متجه اتجاهه ده، والمستقيم التاني متجه اتجاهه ده. فبقول له إما إن المستقيمين في الفراغ يكونوا متوازيين، وشرط التوازي في الفراغ إن أنا لو ضربت المتجه الأول ضرب اتجاهي يعني محدد في المتجه التاني، هيطلع بيديني المتجه الصفري. مش متوفر عند الطريقه دي. او اقول له يبقى المتجه الاولاني ده بيساوي ثابت في المتجه الثاني. يعني ايه ثابت؟ يعني مقدار ثابت. المقدار ده اما يطلع موجب او يطلع ايه؟ سالب. لو كان طلع موجب يبقى المتجه المستقيم الاولاني يوازي المستقيم الثاني ولهما نفس الاتجاه.
لو سالب يبقى المستقيم الاولاني يوازي المستقيم الثاني ولكن متضادين في الاتجاه. طيب او ممكن اقول له كده بقى، يبقى هقسم لك الف واحد على الف اتنين، لو طلع بيساوي ب واحد على ب اتنين، لو طلع بيساوي ج واحد على ج اتنين، يبقى في الحاله دي المستقيم الاولاني يوازي المستقيم الثاني. طيب ايه المطلوب الثاني؟ قال لك احتمال المستقيمين يكونوا متقاطعين او متعامدين. ما هو التقاطع برضو جزء من التعامد، يبقى معنى كده عشان اثبت المستقيمين متعامدين زي ما قلنا قبل كده بضرب المتجه الاولاني في المتجه الثاني ضرب قياسي يديني برضو المتجه الصفري. او اذا وجدت، هجيب من هنا قيمه لكاف واحد وقيمه لكاف اتنين وبعدين اعوض فيهم، لو طلع المستقيم الاول بيساوي المستقيم الثاني يبقى المستقيمين مالهم متعامدين. طب لو طلعوا مش بيساووا بعض يبقى المستقيمين مالهم متخالفين. يبقى عندي ثلاث صور او ثلاث علاقات للاوضاع النسبيه للمستقيمين في الفراغ، اما يكون المستقيمين متوازيين او المستقيمين متعامدين او المستقيمين متخالفين. تعالوا نشوف مثال. اذا كان المستقيمين دول متوازيين، طيب هات لي بقى قيمه ا من هنا وقيمة ب من هنا. الله الله، ده انت هنا معترف اصلا ان المستقيمين دول مالهم متوازيين. جميل قوي. طيب يبقى معنى كده، هل انا عندي متجه اتجاه المستقيم الاول؟ ايوه عندي متجه اتجاه المستقيم الاول 2 و3 و1. طب عندي متجه المستقيم الثاني؟ ايوه عندي ب و6 وكام و2. يبقى هقول له والله ده سهل الموضوع، هقسم هنا الف واحد على الف اتنين اللي هي دي، وبعدين هقسم ب واحد على ب اتنين، وبعدين هقسم ج واحد على ج اتنين، خلاص واطلع من هنا المجاهيل. ليه؟ انا مش هختبر، لا هو بيقول لي المستقيمين متوازيين، اقول له خلاص يبقى النسب التلاته اصلا مالها؟ النسب التلاته متساويه، هم متساويه، بس هيطلع عندي في نسبه معلومه بسطها ومقامها، يبقى مفتاح الحل هنا اقدر اجيب من هنا ب ضرب تبادلي، اقدر اجيب من هنا ب، اقدر اجيب من هنا الف ضرب تبادلي، اقدر اجيب من هنا الف، خلاص يبقى كده جبت الف وجبت ايه وجبت ب، يبقى دي كده ب بتساوي 2 في 6 على 3، يبقى دي كده تعتبر كام؟ تعتبر ب، يبقى كده جبت المجهولين اللي انت عايزه. طيب هنا قال لي العكس بقى، اثبت المستقيمين دول متقاطعان في نقطه ووجد نقطه التقاطع. طيب متقاطعان في نقطة، طيب عشان اثبت المستقيمين متقاطعان، ما هو التقاطع ده حالة من حالات التعامد مش كده؟ يبقى أنا الأول لازم أثبت إيه؟ لازم أجيب متجه اتجاه المستقيم الأولاني ومتجه اتجاه المستقيم الثاني وأثبت إن هما مالهم مش بيوازوا بعض، عشان كده يبقى متقاطعين، مع أي مش مستقيمين مش متوازيين يبقى يعتبروا مالهم متقاطعين. طيب تعالوا نشوف كده. هنا إيه ده؟ ده هنا بدلالة منتجات الوحدة الأساسية، خلاص مفيش مشكلة عندي. يبقى هنا أنا عايز بس هنا أجيب اللي إيه؟ هتجيب المنتجات، المنتجة هنا أ هنا بتساوي كام؟ أ واحد بتساوي كام؟ 2، ب واحد بتساوي كام؟ 2، ج واحد بتساوي كام؟ 3، أ و أ 2 بيساوي كام؟ 1، أ 2 بيساوي كام؟ سالب 2، ب 2 ج 2 بتساوي كام؟ بتساوي 3، هحطهم تحت بعض عشان أشوف شرط التوازي من القاعدة دي. واضح ان التلاتة دول مفهومش نسبة مش متساوية، خلاص يبقى معنى كده ان المستقيمين دول مالهم غير متوازيين، غير متوازيين. يبقى المستقيمين نشوف بقى حكاية الكاف، نبحث عن قيمة لكاف واحد وكاف اتنين عشان اخلي الاتنين دول اما متساويين او غير متساويين. ما هنا المستقيمين غير متوازيين صح كده، بس احنا بنتكلم على ايه في الفراغ. المستقيمين لما يكونوا مش متوازيين في الفراغ يبقى اما يكونوا متوازيين او يكونوا مالهم متخالفين. تمام. طيب هنعمل ايه؟ هنساوي من هنا، هنا هنجيب الكاف، يعني المعادلات بتاعتي هتبقى عامله كده، سالب 6 زائد 2 كاف زائد 2 هنا اللي هي تعتبر كاف واحد بتساوي سالب 2 زائد كاف في واحد. جبتها منين؟ ما خلي بالك المتجه الاولاني والمتجه الثاني دول، والمتجه الثاني دول هجيب لك من هنا كاف واحد وكاف 2 ماشي كده. طيب بنعمل ايه؟ ده يعتبر الايه؟ نقطه على المستقيم الاولاني، وده يعتبر ايه؟ متجه اتجاه المستقيم الاولاني. يبقى هاخد النقطة دي والمتجه ده اسويهم بالنقطة دي والمتجه ده، ده عملية ايه؟ اختبار. واجيب من هنا كاف واحد وكاف اتنين.
طيب نفس الحكاية هنا، يلا هناخد النقطة اللي هنا بالصاد والصاد ونسويهم بالصاد والمتجه بتاعي من هنا، تمام كده، ونطلع المعادلة التانية. طيب نفس الحكاية من هنا، هناخد الإحداث العيني من النقطة ونساوي به بالمتجه العيني من هنا، والإحداث العيني من المستقيم التاني، والإحداث العيني من والمتجه العيني من المستقيم التاني، ونسويهم ببعض. خلاص كده؟ يلا نجيب من هنا كاف واحد وكاف اتنين، يلا يبقى كاف واحد وكاف اتنين دي هتروح هناك بإشارة مختلفة ودي تروح هناك بإشارة مختلفة، يبقى اتنين كاف ناقص كاف بتساوي أربعة، دي الأولاني والتاني أهو والتالت أهو. نعمل إيه بقى؟ ناخد واحد واتنين ونحلهم مع بعض. يعني ايه نحلهم مع بعض؟ يعني نجيب قيمة كاف واحد ونجيب قيمة كاف اتنين. لما حلهم مع بعض هنا كده ممكن اغير الاشارة، تبقى هنا سالب وهنا موجب وهنا سالب عشان الاتنين دي يروحوا مع بعض، يبقى اتنين كاف وكاف يبقى تلاتة كاف بيساوي كام؟ سالب ستة. يبقى كاف تطلع بكام؟ كاف تطلع بسالب اتنين، ده اللي هي كاف كام؟ كاف اتنين. اعوض بسالب اتنين في اي واحدة من الاتنين دول يديني كاف واحد تطلع بكام؟ تطلع بواحد. تمام كده؟ يبقى جبت قيمة كاف واحد وجبت قيمة كاف كام؟ اتنين. نقول تاني، هنا بيقول اثبت المستقيمين دول متقاطعان، يعني معنى كده المستقيمان دول لو هم متقاطعان يبقى غير متوازيين، مش كده؟ وكمان مالهم؟ غير متخلفين. انا لغاية هنا بقف، بقف انا ثبتت ان هم ايه؟ غير متوازيين. يبقى هنا قدام احتمال ان انا اشوف هل هم متخلفين اه ولا لا. اعمل ايه؟ اخد كاف واحد وكاف اتنين، كاف واحد وكاف اتنين دي انا هنا اشتغلت على المعادلة رقم كام؟ واحد واتنين. اخد كاف واحد وحطها هنا واخد كاف اتنين وحطها هنا، والله لو الناتج طلع تسعة يبقى المستقيمين دول مالهم؟ فعلا متقاطعين، يبقى ريه واحد بتساوي ريه اتنين. طيب لو الاتنين دول بعد ما عوضت بكاف واحد وكاف اتنين ما طلعش نفس الرقم اللي هنا يبقى المستقيمين مالهم؟ متخالفين. تعالوا نجرب، تعالوا نجرب. ها هعوض هنا بسالب اتنين، يبقى هنا كام؟ سالب اتنين، يبقى هنا ستة وهنا واحد تلاتة، ستة وتلاتة كام؟ تسعة، صح طلع بتساوي تسعة، يبقى في الحالة دي المستقيمين مالهم؟ متقاطعين. اوجد نقطة تقاطعهما زي ما قلنا بعد كده، ممكن نحط الكاف هنا بواحد قلنا في المثال اللي قبل كده ونجمع هنا يطلع لي دي نقطة الايه؟ نقطة التقاطع. طيب عايزين نجيب بعد النقطة جيم عن المستقيم لام، المستقيم لام. طيب المستقيم لام ده عليه ايه؟ عليه نقطة اسمها ألف وعليه نقطة اسمها ب، تمام. طيب البعد العمودي يبقى ده كده اللي هو طول العمود، انا حطيت هنا نقطة دال عشان اعرف ان طول العمود دون من جيم لغاية دال، ده اللي انا عايز اجيبه، ده طول العمود اللي انا عايز اجيبه، تمام. طيب ماشي، ده طول العمود جيم دال. طب اجيب طول العمود ازاي؟ ايه المشكلة عندي هنا؟ المشكلة عندي هنا ان انا لازم اجيب طول المسقط واجيب طول المائل عشان اقدر اطبق نظرية ايه؟ نظرية فيثاغورس. طيب هل هو هنا مديني جيم؟ ايوه مديني نقطة جيم اللي بتنتمي للمستقيم جيم دال اللي هي بره اللي انا عايز اجيب منها طول العمود. طيب نقطة بل على المستقيم مدهاني، نقطة بل على المستقيم مدهاني، خلاص اقدر اجيب لك طول ب جيم، اقدر اجيب طول ب جيم يعني اقدر اجيب طول المائل. طيب انا عايز اجيب طول العمود يبقى لازم اجيب ايه؟ لازم اجيب طول المسقط. طب اجيب طول المسقط ده ازاي اصلا؟ طول المسقط انا عندي بقول ان متجه اتجاه المستقيم اللي هو ب الف، ب الف ده اصلا ممكن اجيب طول المسقط على طول مسقط ب ج على طول مسقط ب ج على الف ب، طول مسقط ب ج على الف ب بيساوي ايه؟ ضرب حصل ضرب قياسي ليه؟ ب المتجه ب ج في المتجه ب الف على معيار المتجه الاخير اللي هو ب الف. هنقول تاني عشان اجيب طول مسقط، طول مسقط ايه على ايه؟ طول مسقط المائل على المستقيم اللي هو الف ب على الف ب، اجيبه ازاي؟ مقياس ب ج اللي هو المائل ضرب قياسي في اللي هو نازل على ايه؟ نازل على ب الف، في ب الف على معيار ب الف.
واكون مجهز لنفسي ايه بقى؟ واكون مجهز لنفسي ب ج، واكون مجهز لنفسي المتجه ب الف، واكون مجهز لنفسي المتجه ايه ب الف عشان اجيب معياره من تحت. خلاص جبت كده طول المسقط اللي هو ب د، يبقى عندي طول المسقط اللي هو ب د، وعندي طول المائل اللي هو ب ج، طول المائل اللي هو ب ج. خلاص يبقى اقدر اطبق نظريه ايه، اجيب نظريه فيثاغورس واجيب طول العمود. طيب نشوف الكلام ده كله من خلال مثال. اوجد البعد العمودي من النقطة اللي هي جيم اللي هي فوق خالص اللي احنا اتفقنا عليها للمستقيم المر بالنقطتين دول. هقول له ماشي، المستقيم ده مش موجود متجه اتجاهه، يبقى النقطتين دول هيديني متجه اتجاهه اللي هو المتجه ايه، اللي هو المتجه ايه، وانا عندي هنا نقطة ايه الف، يبقى كده ممكن اعرف النقطتين دول تديني يديني معادلة الخط اللي هي المستقيم. ادي النقطة اهي، ادي النقطة ج اللي هي عايز اجيب منها طول العمود الساقط من نقطة ج على المستقيم ألف ب على الخط المستقيم ألف ب. نراجع مع بعض الخطوات اللي احنا قلنا عليها قبل كده. رقم واحد، هل ممكن اجيب طول المائل؟ ايوه ممكن اجيب طول المائل بدلالة النقطتين ب وج، يعني بيساوي معيار او معيار ب ج، واطرحهم من بعض واجيبهم المعيار. طيب ممكن اجيب ب ج د، اصلا د اصلا مش موجود عندي، حدثيتها مش موجود عندي وما اعرفش اجيبها. طيب امال ممكن اجيب ايه؟ ممكن اجيب المسقط، اجيب طول المسقط، اجيب مسقط ايه؟ مسقط المائل على الخط المستقيم ا ب اللي بيساوي ايه؟ متجه اتجاه ب ج ضرب قياسي في متجه اتجاه ا ب على معيار ا ب. نشوف الخطوات تاني. طيب بعد ما جبت المسقط يبقى سهل بقى ان انا اجيب ايه؟ ان انا اجيب طول العمود من هنا. نشوف الخطوات، متجه اتجاه المستقيم ب الف، ب الف ده بيساوي ايه؟ هطرح الف ناقص ب يديني متجه اتجاه المستقيم الف ب، واقوم جايب معياره هستخدمه في الاخر. طيب نفس الحكايه ب ج، ب ج برضو مفيش مشكله عندي، انا عندي ب وعندي ج، يبقى متجه اتجاه المستقيم ب ج، ج ناقص ب، يبقى كده جبت ايه؟ جبت كمان متجه اتجاه المستقيم ب ج، وقمت جايب ايه؟ وقمت جايب معياره. جميل قوي. ده كده اول حاجه انا عايزها عشان هتخش معايا فين؟ هتخش معايا في نظريه فيثاغورس. طيب عايز اجيب طول المسقط، طول المسقط بيساوي ايه؟ متجه اتجاه المستقيم ب ج ضرب قياسي في متجه اتجاه المستقيم ب الف على معيار اتجاه المستقيم ب الف. طيب ب ج انا مجهزه لنفسي اهو، فوق اهو في ب الف، ب الف انا مجهزه لنفسي اهو المتجه، يبقى هنا بضرب ايه؟ بضرب ضرب قياسي، وزي ما قلنا الضرب القياسي بضرب السين في السين، 4 في 2 ب 8، سالب 3 في 1 بسالب 3 يبقوا 5، 12 في سالب 2 يديني كام؟ سالب 24 يديني كام؟ موجب 19، بعد ما خرجت من المقياس على كام؟ على 3. يبقى كده جبت ايه؟ جبت طول المسقط، طول المسقط بتاع ب ج على الخط المستقيم ا ب. يبقى كده دي الخطوه كام؟ الخطوه رقم 2. وعندي الخطوه رقم 1 اهي، الخطوه رقم 1 ورقم 2 تقدر تديني طول العمود الساقط من نقطه ج على الخط المستقيم ا ب. ازاي؟ بنظريه فيثاغورس. يبقى ج د لكل تربيع اللي هو طول العمود هيساوي مربع طول المائل ناقص مربع طول الايه؟ الوتر. المائل اللي هو ب ج من كل تربيع ب 13 كل تربيع ناقص ب د لكل تربيع اللي هي 19 على 3 كل تربيع بتساوي، هعملها بالحسبه يطلع الرقم ده، هجيب جذرها يطلع البعد العمودي تقريبا بيساوي 11.35 من 100 وحده طول. وبكده أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة نكون انتهينا من تدريس درس اليوم من فرع الهندسة الفراغية اللي كان عنوانه معادلة الخط المستقيم في الفراغ. ما تنسوش تحت الفيديو هتلاقوا فيه 3 لينكات، اللينك الأول عبارة عن شيت أسئلة على موضوع الدرس، اللينك الثاني عبارة عن شيت إجابة على موضوع الأسئلة، اللينك الثالث عبارة عن اختبار تفاعلي لمواصفات النظام الجديد للامتحانات بتاعة الثانوية العامة، يعني الاختبار هيكون ليه وقت محدد للإجابة، الاختبار هيصحح إلكتروني، في نهاية الاختبار هتلاقي الدرجة موجودة عندك عشان تقدر تقيم مدى استيعابك وفهمك لموضوع الدرس، وإلى اللقاء مع درس آخر.